Привет, подписчики! Привет, подписчики! يعني مرحبا يا متابعيني الحلوين. أنا رجعت لكم فيديو جديد. أنا حالياً بروسيا. اليوم عشان أنا موجودة بروسيا رح نجرب إشي ضروري لما أجي على هذا البلد أجربه، واللي هو السناكات الروسية. يا جماعة كنت قاعدة عم بلف بالسوق وهيك عم بتطلع على جمال الطبيعة الموجودة في موسكو والمحلات العريقة الجميلة، وفتت على محل سناكات لقيت فيه عنده شغلات كتير غريبة. يعني هلا لما أورجيكم رح تنصدموا من الشكل، من الشغلات. هي براندز موجودة بس إنه بنكهات مختلفة بأشكال مختلفة، فرح نجربهم سوا أنا وياكم مع بعض. يلا نفوت بالفيديو. في عندي أنا هذا الكيس وهذا الكيس وكمان كيس. ويا جماعة معلومة صغيرة جدا قبل ما نبلش هذا الفيديو، في 64% من متابعين القناة مش مشتركين. فاكبسوا اكبسوا. أول إشي عنا هدول، زي ما أنتم شايفين هدول بيشبهوا كتير الامينيمز، وأكيد تعرفوا إيش هم الامينيمز. بتعرفوا ديري ميلك عاملين نفس الإشي مسمينه ميلكا، أي ثينك هاي نفس البراند ما بعرف. رح نجربه هلا سوا ونقيم كل برودكت. عشان في حال قررتوا تيجوا على روسيا تحضروا هذا الفيديو تبعي وتعرفوا شو تجيبوا سناكات. رح نجرب اصبع عشان اخذ الباقي معي على الاردن. اوه طلعوا في الوان كثيره، ندوق واحده واحده. اوكي كلهم نفس الطعم. واو اسمعوا رح تنصدموا من اللي احكي لكم اياه، بس كثير بتشمه طعم الامينيمز او حتى كوبي بيست عن الطعم، بس اللهم اللي هو الباكجينج غير وانه البراند غير. بعطيها 10 من 10 لان انا كثير بحب الامينيمز. نروح للبرودكت اللي بعده. اوكي في عنا هون شيبس بوريتو مطعوج. اذا بتحبوا تحضروا فيديوهات جديدة مش على يوتيوب او انستغرام روحوا اعملوا لي فولو على التيك توك، برضه فرح احط لكم اللينك بالدسكربشن. تعالوا نجرب السالتو. هذا ناتشوز مع تشيز، يعني هو بتيجي في العلبة تشيز وناتشوز، يعني اشي جاهز وكمان حار. فتعالوا نجرب. هذا هو الصوص تبعه. في عنا كمان ايش هذا؟ اوكي هذا مكتوب بالروسي مش قادر افهم شو هو. اي ثينك اتس نابكن. المهم هيو. وهي الشيبس يا جماعة. سو المفروض يصير بنجيب هاي العلبة وبنفضي الناتشوز فيها. اوه وفي عندكم هاي صوص تشيز، ريحته حلوة بصراحة. ريدي؟ اوه واو. سو مبدئيا انا مش كتير بحب الناتشوز، بس هذا كتير زاكي. الجبنة مدخنة طعمها كتير هيك زاكي، الشيبس حار الحرارة الزاكية، وصراحة 10 من 10 مليون من 10. نروح على الاشي اللي بعده رح يكون مشروب يا جماعة. عندنا هذا المشروب اسمه تشابا تشوبس، واكيد بتعرفوا هذا الكاندي تشابا تشوبس. هذا كاندي بيتاكل وما عمرنا سمعنا فيه على نكهة عصير. انتم متخيلين؟ يعني انا تشابا تشوبس من الحلويات اللي كتير مفضلة عندي، ولما شفته على شكل عصير هيك صفنت كيف. فصراحة انا كتير متحمسة اجرب هذا بالذات. باي ذا واي انا كتير اسفة على الانجل الموجودة فيها حاليا، ولكن هذا احسن اشي بقدر اعمله خاصة في غرفة في اوتيل. يعني المهم جاهزين نجرب. رازبيري كريم على طعم الرازبيري، يعني هذا اي ثينك معاه حليب وسباركلينج كمان. يعني فيه صودا، يعني حليب وصودا ونكهة توت. يلا بسم الله. اوه فكرت رح يفور. يومي كتير زاكي، كتير زاكي. مبدئيا ما فيه حليب. يعني بس هيك في طعم لما تشرب التوت بتحس هيك في طعم كريم بس خفيف، بس هو مش موجود هون هيك الميكس. ما بعرف كيف اشرح بس كتير زاكي. بعطيه 9 من 10. اللي بعده عندنا كمان نوع تشيبس عامل زي برينجلز، اكيد بتعرفوا برينجلز، بس شو على شكل بوتيتو كريسب اسمه. مامي اسم البراند على تشيز. حنجرب كيف حيكون الطعم وهل رح يكون بوتيتو كريسبس اسكى من برينجلز او ينافسه. شفتوا لما قلت لكم انه كثير استغربت انه كثير في براندات مقلدينها بس بطريقه ما عاملين لها تويست. هذا الناتشوز يعني كله وقع. عبيت الغرفه. او ماي جاد عبيت السجادة منه. اوكي هلا هون رح نكتشف لايش هاي. ها استفدنا منها. ندوق مستر كريسبس اذا زكي او لا، بس بحب اورجيكم انه اول لمحة برينجلز كوبي بيست. يوب مش زاكي ابدا، 0 من 10. اسمعوا هيك ناشف كثير. نشوف اللي
بعده في عنا الجامي بيتزا. بعرف انه هاي الجامي اكيد اكيد زي ما انتم عارفين انه موجوده في كل مكان، فهي مش اشي مميز، ولكن خطر ببالي انه ممكن هاي الكاندي البيتزا تكون مختلفه عن الكانديات الاخر من حيث الطعم، خاصه انه يعني هو روسي. يعني هي شكلها من جوا، لو سمحت ممكن واحد بابروني؟ اكيد تفضل. ولا لا دخل بالبابروني بس اوكي. عادي، طعمها زي اي كاندي بيتزا في العالم، واول ما حطيتها امي جد استمتعت، هيك كانت زاكيه. الحلو فيها كمان انه كثير طريه، يعني ما بضلك هيك بتحس اسنانك بلزقوا في بعض. اجواء 7/10. اللي بعده في عنا شوكليت بار. شوكولاته بروسه كثير زاكيه، بس هذا مش اي شوكليت بار، هاي شوكولاته على السمسم وزنجبيل. انتم متخيلين ايش الطعم حيكون؟ ما بعرف ليه حاسه طعمها حيكون زاكي، يعني احساسي ريحتها كتير حلوة مبدئيا، يعني ريحتها لا له دخل بالسمسم ولا لها دخل بالجنجر. هاي شكلها. طلعوا حاطين سمسم جوا، هلا بين طعم الزنجبيل. على فكرة والله زاكية، مو توقعتها تكون هيك، حبيت. 8/10. اللي بعده في عنا جيلي ستيكس، اللي هو عبارة عن جيلو بس شو هيك بتعصوا عليه. أنا كنت آكل زي هيك إشي بوظة، فممكن إذا جمدناه يطلع زاكي. كيف رح أفتحها هيك؟ كيف رح أفتحها؟ اوه ماي جاد زاكي، بس كثير مضر بالصحه. تعملوا زي هيك بعدين قبل ما يوقع بتعملوا هيك بتحس بتحس. اسمع كثير حبيتها، حاسه حالي طفله. بعطيها 7/10، رح اكون كثير مكيفه عليها اذا كنت اصغر من العمر اللي انا فيه. انا هلا بنت واعيه وكبيره، اوكي لو سمحتوا. رح نجرب اشي ثاني درينك، واللي هو هذا الاشي يا جماعه. ولا مش الاشي اللي ببالكم. هذا مجرد انه هو مودرن تشيري رايد ليمونيد، يعني هذا تشيري ليمونيد، يعني ليموناده التوت. هذا البراند من 1950 موجود في روسيا، ومش الكحول، بدون كحول، اوكي بدون كحول. اوكي ما اظنش هيك بتفتح، بس خلينا نجرب. اوه اوه ماي جاد كثير صعب، يا الله حسيتها رح تفور. بسم الله. اوه ماي جاد اي ثينك هاي بدها فتحت علب. شايفه اذا عندي شاف شاف. اوكي خلينا اشوف اذا في عنا بالاوتيل فتحت علب. اوكي انا لقيت، بس هاي كيف الواحد بيستخدمها؟ حاسه حجيب ام العيد. ايدي 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 بتوجعني. يا جماعة خلص ما بديش اجربه. ميني اوريوز بس على طعم ستروبري، وحاطينه في علبة زي هيك، وكثير بتكون. تعالوا ندوق. ها حلال، شوفوا بعد خلايا يا بيي كيوت. طلع الحبة مأصغرها. او ماي جاد. اوكي لا 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 لا، هاي تفوز عن كل الاكل اللي اكلناه اليوم. هاي 1/10، اللي بحب الاوريو حيكيف عليها. ونصيحه اذا بتعرفوا حدا رايح عروسه يجيب لكم منها. اللي بعده اوكي، اللي بعده شيء كثير غريب، هو عباره عن سويتس مغلفه بالشوكولاته بطعم الكوكونات، وبتكون تشيوي يعني بتعلك، وبنكهه الكوكونات والنعناع، فما بعرف شو رح تكون. تعال نجرب. بسم الله، لونها هيك لونها اخضر. اوه ماي جاد، لا تعليق يا جماعه، لا تعليق، شكرا لمنقذنا. طعمها جدا سيء، اسوء من الشمس يا جماعه، هيك اشي بعلك. وطعم الكوكونات مع النعنع لا 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 لا، زيرو 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 زيرو. يا اخوان خليكم على السناكات اللي احنا بنعرفها، سيبكم من السناكات الروسيه اللي حكيت لكم عنهم، لهم اكل من وحده، اما الباقي لا لا مو زاكيه. اللي بعده رح نجرب اشي اسمه فليمينج 5 شانل، هذا كثير بيستخدموا اليوتيوبرز لما يكون في عندهم تحديات، فانا جبت اكم من واحد صراحه عشان التحديات وهيك رح استفيد منهم، بس رح اجرب هذا معاكم. هذا يعتبر انه من احر انواع الكانديز اللي في الحياه،
فهي انت وحظك. وهون بشرح لكم ايش الالوان الموجوده. هذا حلو كتير انه انا ما لقيته غير موجود في امازون، فكتير انبسطت اني لقيته هون في روسيا. سو يلا نجرب. طبعا هو عباره عن جيلي بينز، يعني اشي هيك زي الكاندي صغير بتاكل. اوه ريحته فلفل، ريحته فلفل ولعه. اوكي هجربها. اوه ماي جاد حار، كثير حار مش شوي. صراحه ما راح اجرب انواع ثانيه عشان اخليها مفاجات لفيديوهات جاي. كثير حار هو، غير انه حار حلو فكثير غريب. هاي الكاندي تفوز صراحه تحديات، بس ما تاكلوها هيك اون ديلي بيسس، يعني مش اشي ممتع ابدا انك تاكلها كل يوم هيك. اوكي ما لها تقييم فعليا، انه هي مش اشي بتقيم اشي حرام يتقيم. اوكي يا جماعه اخر اشي معانا لليوم رح ننهي فيه هذا الفيديو الجميل، برضه اشي له دخل بالاوريو، كثير متحمسة اجربه. بدي اياكم اول ما يخلص هذا الفيديو اعملوا لي فولو على انستغرام، خلينا نوصل 2 مليون لانه ما ضل اشي، واعملوا سبسكرايب للفيديو هذا عشان ما اطلع لكم في الليل. ما اطلع لكم في الليل، اطعمكم من هذا الحر اللي هلا اكلته. رح نجرب اخر اشي واللي هو الاوريو بس على شكل ستيكس، كثير متحمسة له هذا الاشي، يلا نجربه مع بعض. شكله قوي، اول مره بشوف اوريو بهذا الشكل. جاهزين؟ 1 2. واضح شو ردت فعلي صح يا جماعه؟ والله مش اعلان لاوريو، احلى اشي في الحياه لو يعملوا معي اعلان، بس هذا اذكى اشي بدوق في حياتي. هذا والستروبري يعني بالنسبه لي يفوزوا عن كل الشغلات اللي اكلتها اليوم، وهذا الدرينك بصراحه 1 من 10. شكرا اوريو على المنتجات الجميله اللي انتم لازم توصلوها للعرب، لانه اذا ما وصلتوها للعرب راح اعمل مشكله. هذا كان الفيديو اليوم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالسناكات الروسية. بس ترجع روسيا اطلبوا الشغلات اللي حكيت عنها زاكية فقط، ما تطلبوا شغلات تانية. هاي ما بعرف ليش مش راضية تفتح معي، نجربها في يوم من الأيام بقول لكم رأيي بعدين. نلاقيكم بالفيديو الجاي. باي باي من قلب روسيا.